السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تبسة اللي نقف على الأشغال نتاع ازدواجية خط السكك الحديدية الرابط بين جبل العنق وواد كبريت على مسافة 176 كيلومتر، ونشوف على حسب هذه الصور رائعة من السماء عن هذا المشروع، يعني واللي الأشغال تتمثل في ثلاث عناصر. العنصر الأول هو تحسين المسار نتاع السكك الحديدية. العنصر الثاني هو ازدواجية يعني طريق الخط نتاع السكك الحديدية. والعنصر الثالث من الأشغال هذه هو القضاء على نقاط تقاطع اللي مع طرقات برية للقضاء على هذه النقاط السوداء، ويعني الحلول دون وقوع حوادث خطيرة على يعني طول الخط هذا. وللعلم انه هذا الخط المنجمي الشرقي يمتد على مسافة 430 كيلومتر، ويشمل ثلاث ولايات، هي ولاية سقهراس وولاية تبسة وكذلك ولاية عنابة، ويدخل في إطار المشروع المندمج الكبير تحت عنوان استغلال الفوسفات إذن وتحويله وتصدير جزء منه إذن. هذا هو المشروع المتكامل، وهذا الخط اللي راح يعني الأشغال ما زالت متواصلة، ما زالت على قدم وساق ل يعني تحقيق يعني جزء كبير من المشروع، هو الجزء الخاص بالنقل نتاع المنجم نحو الشمال. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.